مساكم الله بالخير جميعا، وعساكم من العايدين والفايزين. الكل بدا تحضير للعيد، وما راح تكتمل فرحه العيد الا بمشاركتك معانا. نبي الكل يفكر ونبي الكل يربح، وسؤالكم يقول: ما هو الحيوان الذي يستطيع ان يرى في جميع الاتجاهات؟ فكر معانا. غير البومة الحيوان بيشوف الصقر، هذا النسر، العقاب، لا طائر هو يعني مو طائر، لا صعب بصراحة. 360 درجة يعني يبطل عينه يشوف اللي وراه واللي قدامه، يشوف 360 درجة. الحربة؟ حربة لا. كان جيتي جاوبتي يوم سؤالنا كان الحربة. الذبانة؟ الذبانة؟ لا حشرة صح؟ مو حشرة لا. لا صقر؟ لا. نسر؟ لا. أنا عارفة بس عارفة. حربة؟ لا. ذبابة؟ ذبابة؟ إيه. لا ليس بحشرة. تمساح؟ وليس بتمساح. أسد؟ وليس بأسد. غير الليبو. الليبو يعني البومة بالفرنسي. إيبو غير الإيبو. إيبو. إيبو زعما. إيبو. 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 علمتك شوية فرنسية. السمكة ولا القط البري؟ القط البري. إذا القط العادي؟ لا. زواحف؟ لا. إذا الأرنب البري؟ إل؟ أرنب البري. إل؟ أرنب البري. لازم يكون بري؟ لا أرنب. طيب. الأرنب. والله إجابة صحيحة. ألف مبروك، تستاهلون عظيم القاري. الأرنب يقدر يشوف 360 درجة. والله أنا معلومة جديدة عليه الصراحة. أتوقع علي كذا. يعطيكم العافية. الله يعافيك. الإجابة هي الأرنب. الأرنب. البري ولا؟ لا الأرنب العادي. بشكل عام. بشكل عام. صح إجابة صحيحة، تستاهلون جائزة من الجزيرة العطور، وجائزة من شوبان للحلويات والتمور، وجائزة من سالك، وجائزة من الجابر للساعات والمجوهرات. وعندكم حلويات من تركيانا، وجائزة من زبرجد للمجوهرات، أيضا جائزة من بايو سكين سبا. نقول لكم ألف مبروك، تستاهلون. بعض الكلام أقطع من كلمة مرادف للسيف. أدري أن الكل بيقول لي السيف، بس هي مو بالسيف. فكروا معانا. بعض الكلام أقطع أكله من السيف. من السيف؟ لا. أقطع من السكين. من السكين؟ لا. من حد السيف؟ من حد السيف؟ لا. السكين. 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 ها؟ حد السكين. حد السكين. كلمة هي. أقطع من شنو؟ من السكوت. من السيف. السيف. خنجر. خنجر؟ من حد الخنجر ولا من حد السيف ولا من الحد؟ يعني بعض الكلام أقطع من حد السكين. حد السكين. حد النار. لأن ما فيهاش حد النار. ما معنى السيف باللغة العربية؟ يعني سلاح، فما المهند، فما أيوة أوصاف للسيف. أنا كلمة اسم من أسماء السيف يعني. نعم، اسمه من أسماء السيف. حد السيف. حد الحسام. من؟ حد الحسام. الحسام أو السيف. ما معنى الحسام؟ السيف اسم من أسماء السيف. نعم. إيش رأيك؟ جابه صحيح. تثبت يعني خلاص؟ السيف ولا الحسام؟ يعني الحسام تمشي أفضل مع المسح. تدري إيش كثر قاعد أفور في المول على هالسؤال وما حد جاوبني؟ كلهم يقولون السيف. أقول لهم كلمة من كلمات السيف أو معنى السيف أو كلمة. وإجابتك صحيحة، ألف مبروك، عطوني القاري. تستاهلون، ألف مبروك، تستاهلون. عندكم جائزة من شوبان للحلويات والتمور، وجائزة من بنان ديزاين، وجائزة من مجموعة النهدي للعازل والحماية، وعندكم جائزة من بايو سكين سبا، جائزة من الجزيرة العطور، وجائزة من الجابر للساعات والمجوهرات، وعندكم مجوهرات من زبرجد. نقول لكم ألف مبروك، تستاهلون.
ثلاث أحياء يحملون ميت، الميت يتكلم والأحياء صامتون. فكروا معانا. يعني مساند تلفزيون أو راديو أو شيء هيك. شلون؟ اشرح. يعني ثلاث أحياء بتكون مساند لشيء متكلم، يعني بيكون راديو، يعني بيكون تلفزيون أو شيء يعني. حلو. هذه الثلاث. وين الثلاثة يعني؟ شنو الثلاثة قصدي؟ ركائز، ركائز اللي بيكون عليها. الميت يتكلم والأحياء. قلت السؤال صح بس نبي الإجابة. ماكم ساعدة؟ يلا ساعدة. ما كنت دار أقول للكاميرا، كان الكاميرا ما شايلنا، ما شايلنا ميتين. الكاميرا ميت لكن تصور. الشباب ما شاء الله عليهم موجودين. ثلاث أحياء يحملون ميت، الميت يتكلم والأحياء صامتون. لغز. قربها شوي. ثلاث أحياء. جربت الميكروفون. ثلاث أحياء يحملون. موجود في المول. موجود في المجمع. العرباية لما تمشي بتعمل صوت. أيوة. واللي بيجروها ناس ساكتين مثل الموظفين اللي معاكم. صح ساكتين. تقريبا هي هيك. ايش ممكن يكون؟ الكاميرا. الكاميرا. لا. ما ادري انتوا من الاحياء فيهم ومن الاموات. لا لا. على فكره انا عدت علي بس هذا الوقت نسيتها. يعني مر عليك بس نسيتها. بعض الميت يتكلم والاحياء صامتون. او لا يتكلمون. لا يتكلمون ابدا 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 ابدا. ايش رايك؟ انا والله نسيت. القلم؟ 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 ايه؟ شلون ميت؟ كذي ثلاثة؟ زين؟ إيه هو يتكلم، القلم هو يتكلم. من اللي يشيله؟ الثلاثة. الأصابع. الأصابع. الأصابع الثلاث. أيوة. ثلاثة أحياء. أيوة. يحملون ميت. ميت هو اللي يتكلم. الميت اللي هو القلم. أيوة. هو اللي يتكلم. هو اللي يتكلم ويكتب. صعب؟ لا والله سهل. أنا أقول حق الآن ثلاثة أحياء، أشر لهم بصابع. أوكي سهل. هو اللي يتكلم، هو ميت هذا، هو اللي يتكلم. إجابة صحيحة. ألف مبروك، تستاهل. ربحت معانا القاري وما فيه، جائزة من شوبان الحلويات والتمور، جائزة من الجزيرة للعطور، وجائزة من الجابر للساعات والمجوهرات، وجائزة من زبرجد للمجوهرات، وأيضا جائزة من بايو سكن سبا، وعندكم جائزة من تي ماسك صالون نسائي، وجائزة من مسافر لمستلزمات السفر. نقول لك ألف مبروك، تستاهل. سؤالكم يقول 5+5=5. شلون؟ فكروا معنا. 5+5=5. يبقى 5 + 5. لا. 5+0. لا. هي 5+5=5. شلون؟ لو بالإنجليزي يبقى 0+0 يساوي 0. لو بالإنجليزي يبقى 0. ولا بالإنجليزي 5+5=5. 5+5. ما تصير 5+5=5. أنا أقول لك 5+5=5. الله أعلم. ما نصير. يكون حد يغشش. ما تصير ولا تصير. 5+5=5. ممكن. شلون؟ 5 بالإنجليزي + 5 بالعربي يبقى 5. 5 بالإنجليزي و5 بالعربي 0. يبقى 5+0 بتساوي 5. لغز وليس عملية حسابية. بس شلون؟ هاي حير العلماء. طبعا احتاروا. أينشتاين مش هيعرفوا. صدقني. والله اي والله أينشتاين مش هيعرفوا هذا السؤال. في ناس حتى صاروا يدرون في الشوارع. 5+5=5. وأنا حصير زيهم يا ابني. شنو هي حاجة ولا شنو يعني؟ لغز. نعم. 5+5. أيوة. جماد حيوان نبات. 5+5=5. ما أدري إذا كان نبات ولا بطيخ ما أدري. حذاء شوز. شنو؟ 5+5. أيوة. صوابع اليدين. 5 صوابع اليدين. صوابع اليد شنو؟ 5. وين الصوابع؟ شلون الصوابع اليدين؟ هيك لما نحطهم مع بعض. اي ولي 5.
متأكدة؟ خمسة. أيوة. آه يكون اللي نلبسوهم في اليد. شنو؟ قفازات. أيوة. اللي جواندويت. أنا عارف. اللي تلبسو. الجواندويت قفازات هيك. قفازات. والجواندويت بال. اللي هي قفازات يعني. أي لغة الجواندويت؟ إحنا بتونسي. ديجون. ديجون فرنسي يعني. فايش الإجابة؟ قفازات. قفازات. قفازات الرجل. رجل إجابتك صحيحة؟ صحيحة؟ نعم. لا شكرا. وأخيرا حد حل الإجابة. شكرا. خمسة زائد خمسة يساوي خمسة. اللي خمسة صابع مع القفازات يساوون خمسة. نقول لك ألف مبروك، ربحتي معنا جائزة من حديقة أكوا بارك، وجائزة من مجموعة النهدي للعازل والحماية، وزبرجد المجوهرات، وعطور من الجزيرة للعطور، وجابر للساعات والمجوهرات، وأيضا جائزة من تركيانا للحلويات. الله يسلمك. وعندش بعد جائزة من شوبان للحلويات والتمور، وأيضا جائزة من بايو سكن سبا. نقول لك ألف مبروك، تستاهلين. شكرا. سؤالكم يقول: ما هو عدد المقاعد في استاد الجنوب؟ فكروا معانا. كم عدد المقاعد الموجودة في استاد الجنوب اللي توا فاتح كأس العالم؟ أحد 30,000. كم؟ 30,000. وأنت أعطني رقم. 50,000. زيد ويزيد. 60,000. غير. 70,000. 30,000. 30,000. 500,000. لا لا عادني رقم، يمكن إذا قريب بقول إيش قريب. 20,000 مقعد. 20,000 مقعد. غيره. 50. 32,000. 32؟ لا لا. 40,000. 40,000. إيش رأيك أنتي؟ إيه. أنا معاه في كل شيء. صدق؟ إيه. تعرف المعلومة ولا بالحظ؟ أعرف. إجابتكم صحيحة، 40,000. ألف مبروك، تستاهلون. إجابتكم صحيحة، 40,000. أستاذ الوكرة فتح في رمضان وكان في كأس الأمير، واللي حضروا فوا مباراة كأس الأمير أكثر من 36,000، وعدد المقاعد صح 40,000. نقول لكم ألف مبروك، تستاهلون جائزة من الجزيرة العطور، وعندكم جائزة من شوفان للحلويات والتمور، وعندكم جائزة من الجابر للساعات والمجوهرات، جائزة من سالك ومن بايو سكين سبا، وجائزة من صالون تي ماسك صالون نسائي، وأيضا جائزة من زبرجد المجوهرات. نقول لكم مبروك، تستاهلون. ثلاثين حلقة وأكثر من 1,000 مشارك وأكثر من 1,000 جائزة، وإن شاء الله راح نستمر معاكم في ليالي العيد. أنت بس فكر فكر فكر، وأنت بعد فكر معانا. Shut up.